من ملفاتنا في هذا المنتصف، يشكل اليوم العالمي بدون تدخين الذي يخلد يومه الأربعاء مناسبة لدقي ناقوس الخطر بشأن هذه الآفة المنتشرة بشكل كبير خاصة في صفوف الشباب، كما يعد فرصة سنوية لتقييم التقدم المحرز في مجال مكافحتها المرتبطة بالصحة العمومية. بمناسبة هذا اليوم العالمي المخلد هذه السنة تحت شعار لنزرع الغذاء وليس التبغى، تنظم عدد من التظاهرات والأنشطة التحسيسية للتحذير من مخاطر التدخين الذي يعد السبب الرئيس للوفيات والأمراض التي يمكن اجتنابها. حول هذه المخاطر عالميا نستمع لتوضيحات الدكتور طيب حمضي، خبير السياسات والنظم الصحية من العرائش. خصنا نعطيو للناس اللي كيدخنوا شنو هي الفوائد اللي غادي ياخذوها من وقف التدخين، سواء هما كافراد ولا كمجتمعات، وكذلك نوريوهم طرق باش يمكن لهم يوقفوا التدخين. بالاضافه لحتى الدول والافراد والحكومات والجماعات والمؤسسات والمقاولات كيفاش يمكن لها تلعب واحد الدور كبير في الوقف ديال هالظاهره هذه. 90% ديال امراض سرطان الرئه بسبب التدخين، ولكن ما كاينش غير سرطان ديال الرئه، كاين سرطان ديال الجهاز التنفسي كامل، اعضاء اخرى الجهاز التنفسي، كاين سرطان ديال المثانه في الجهاز البولي، كاين امراض القلب والشرايين، يعني كثير من الامراض. ما نعتقدوش انه سرطان الرئه هو اللي كيقتل فقط. الناس اللي كيموتوا بسبب التدخين نص فيهم بسبب امراض القلب والشرايين، الربع فيهم كيموت بسبب سرطان الرئه، 17% فيهم بسبب امراض ديال الجهاز التنفسي اللي من غير سرطان، و 12% كيموتوا بسبب سرطانات اخرى. كذلك الدراسه بينت ان ماشي غير الناس اللي كيكميو، حتى المحيطين ديالهم. وهنا دراسه بينات على انه الانسان اللي كيكمي السرطان المثانه كيكون عنده 4 مرات اكثر من الناس اللي ما كيكميوش. اليوم يوم مناسب للاقلاع عن التدخين. استمعنا للدكتوره طيب حمضي، خبيره السياسات والنظم الصحيه من العرائش، وكان في حوار مع رضا كريفي.